الطلق الصناعي تقنية أو طريقة أو حاجة بنستخدمها لإحداث الطلق أو الولادة قبل أوانها. طبعا في فكرة خاطئة عن الطلق الصناعي، إنه الطلق الصناعي مؤلم أكثر، إنه الطلق الصناعي بيعمل مشاكل، إنه الطلق الصناعي يعني الكلام كثير. لكن فخلينا نوضح إيش هو الطلق الصناعي وليش بنسويه. ففي هناك أسباب طبية وفي هناك أسباب اجتماعية بنسوي بسببها الطلق الصناعي. فالأسباب الطبية مثلا يكون البيبي في حاجة أنه يتولد، سواء لمشكلة في الأم أو مشكلة في البيبي. فإذا في مشكلة في الأم، الأم مريضة بمرض معين في الحمل وعلاجه هو الولادة، مثلا زي ضغط الحمل، ساعات تحتاج أنك تولد السيدة فتحتاج أنك أنت تعمل طلق صناعي. أو ساعات يكون البيبي تعبان، البيبي ما بيكبر داخل الرحم، فإذا الحضانة الداخلية حقت الأم ما هي شغالة، إحنا نولد البيبي ونضعه في الحضانة الخارجية. فبعض الأحيان أنت تولد البيبي بدري، أو سواء قبل الولادة بفترة أو هذا لأسباب طبية فينك طبعا، وهذا طبعا ما عليها غبار. الكلام على الأسباب الاجتماعية، والأسباب الاجتماعية طبعا يعني مقبولة طالما أنت بتستخدمها في تحت ظروف معينة. يعني أنت مش هتعمل ولادة الوحدة على 37 أسبوع عشان والدتها اللي جاية تحضر الولادة مسافرة للمحل الفلاني، أو زوجها جاي من المحل الفلاني. 37 أسبوع شوية بدري، لكن لو كانت هي 39 أسبوع والحمل احنا عارفين انه هو 40 اسبوع، فاسبوع قبل الولاده ويكون عنق الرحم عندها ملائم وكويس وجاهز للولاده، فما في مانع من عمل هذا الشيء. طيب الكلام احنا الان كيف نعمل احنا الطلق الصناعي؟ فعشان نفهم احنا كيف بنعمل الطلق الصناعي خلينا نفهم الولاده كيف بتصير. الولاده احنا نتخيل عنق الرحم اللي احنا بنسمع انه بيتوسع بيوصل ل 10 سم والى اخره. عنق الرحم هذا ما هو حلقه، عنق الرحم هذا انبوب طويل له مدخل داخلي ومدخل خارجي، ولو طول ولو سماكة ولو كثافة وإلى آخره. فاللي بيصير وقت الولادة إنه عنق الرحم ده بيتحرك من وراء، يجي لقدام، يصير لين، يكسر، يتوسع، ينزل البيبي. ففي خطوات معينة بتصير فيه. فإحنا اللي بنسويه في الطلق الصناعي بنحاول نعمل نفس البروسيس هذا. فنشوف إحنا عنق الرحم، في نوعين من الأدوية للطلق الصناعي. في أدوية تأخذ عن طريق الوريد هتعمل الانقباضات، وفي أدوية تأخذ عن طريق تحاميل أو جل داخلي مهبلي، هذا بيلين عنق الرحم. فإحنا نجي نشوف عنق الرحم، إن كان والله عنق الرحم خفيف ولين وقصير ويمكن مفتوح شوية، ما يحتاج إن إحنا نشتغل عليه. فنبدأ نديها الدواء اللي عن طريق الوريد اللي يجيب لها الانقباضات هذه، وبعد كذا ساعات أحيانا بنفك الكيس حق البيبي اللي يسموه، طبعا خطأ يسموه موية الرأس، لكن اللي هو الكيس اللي حوالين البيبي، فهذا بيساعد على إحداث الولادة. اللي تكون عنق الرحم عندها طويل وسميك وكثيف، ما تقدر تعطيها أنت والله طلق، كأنك بتحارب جيش كبير بتحاول تحرك عنق الرحم وتغير وتلين وإلى آخره. فهدول نستخدم لهم التحاميل المهبلية أو الجل المهبلي هذا عشان يلين عنق الرحم ويقصره ويخليه بسيط وخفيف. بعد كده لما تعطيها أنت الطلق اللي عن طريق الوريد بيكون هو جاهز وبيتوسع وبتكون سهل الولادة. فالمأخذين اللي على الطلق الصناعي هم اثنين، هل هم بيرفعوا نسبة القيصرية، وهل هم بيسببوا ألم أكثر ولا لا. بالنسبة للألم أكثر ولا لا، الجواب خاطئ. طبعا الألم في الطلق الطبيعي والطلق الصناعي هما واحد، ما في أي اختلاف. ولما عملوا عليها دراسات وقاسوا الطلق، مش بالمقاس إنه واحدة بتقول ألم طلق عندي أقوى وأضعف، لا، بنحط قسطرة جوة الرحم وبتقيس قوة الطلق، فالقوة واحدة ما في اختلاف بينهم. السؤال هل هي ترفع نسبة القيصرية ولا لا، يعتمد على أنت كيف عملت الطلق الصناعي. إذا والله عنق الرحم مو جاهز وبدأت تديها الدواء عن طريق الوريد، نعم يمكن أنت بترفع نسبة القيصرية. لكن لو أنت وصلت عنق الرحم إلى 3 سنتي عن طريق الأدوية هذه اللي تكلمنا عليها المهبلية عشان تلين وتجهز وتوصله إلى المرحلة اللي هي يكون بعد كده توسع عنق الرحم بسيط، فأنت ما بترفع نسبة القيصرية بهذا الشكل. بلغة أبسط، لو واحدة عملت طلق صناعي واضطرت انها تعمل عملية قيصرية لانه عنق الرحم ما توسع بعد 5 سنتي،
هذه كان عنق الرحم ما حتوسع بعد 5 سنتي سواء أخذ الطلق طبيعي أو صناعي. في مشكلة ما رضي يتوسع عنق الرحم. أما اللي تعمل لها أنت قيصرية عشان هي عنق الرحم واقف على 1 سنتي أو 2 سنتي فهذا لا، هذا يعتبر يعني خطأ واستعجال وعدم تطبيق الطلق الصناعي بطريقة صحيحة. فالطلق الصناعي تقنية كويسة أو حاجة كويسة نقدر نساعد فيها بعض الأزواج، وإن شاء الله ما فيها مشاكل إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة.